انت لما تعرضتي للعنف من قبل رجل زوج واجهتيه بالرفض، خضعتي لفتره لقيتي ربما كنت صغيره بالعمر، كيف يعني؟ ايه خضعت اكيد، اسمع هالتجربه. كنت قبل اقول استحي انه لا وما بصير وكلمه مطلقه ومدري شو، ما كل العالم بتصير بالحياه يعني، انه ما فيني اجي اقول لانه ما بدي اسمع هالكلمه بدي اضطر اني اخضع وضلني ساكته. وكان عندي مشاكل مع اهلي بهذيك الفتره، كنت وحيده ما كان عندي حدا يدعمني. بس لما انا قررت انفصل قررت انه خلص يعني انه ما بقى فيني اتحمل هذا التعذيب اللي انا ما بستحقه. لهيك انا بقول لكل سيده عن جد انه ما تقبل ايا كان يكون الشخص بالنهايه، اذا اخوك يتطاول عليكي ما تسمحي له، لانه المشكله لما بتسكتي مره بتصير عاده. شو علمتك هالتجربه؟ يعني كل التجارب بتعلم فينا وبتعلمنا بتقوينا. قلت لك ما بقى اسمح لاي انسان انه يمد ايده او انه يتطاول علي ابدا ابدا ابدا، وايا كان يكون الشخص وغلاته عندي، اذا بدي احس اني انا عم يسبب لي هو بجرح أذى او ببكي او باي شيء، خلص اطلع برا حياتي. بالنهايه الحياه مكمله، ما حتوقف على بني ادم.